ضربت، لا مش طبيعي أوي يعني. طيب نشوف إيه الغلطة. Don't type every name. ماشي. يعني جاي نال، جاي فاضي يعني. ما قدرش جيت. هي الابديت شغال بس هو ما قدرش جيت. يعني في عندنا غلطة في ان هو بيجيب البيانات، هو مش عارف يجيب البيانات. هو فعلا احنا لما قلنا له اعرض كله ما عرفش، لما قلنا له اعرض واحد ما عرفش. يعني في الحالتين هو ما قدرش يجيب الايه؟ يجيب البيانات. فمعناه ان في غلطة عندنا في الران كويري. الران كويري ذات نفسها هي عاملة مشكلة. وبالتالي انا هعمل ايه في الران كويري؟ انا اشك في الكويري ذات نفسه ان هو مظبوط او ايه الدنيا. ف هقول له الاول برنت لي كده الكويري لما يجي لك عشان اشوفه، بس بعد كده بوقفها بعدين عشان بس اشوف ايه اللي بيحصل. هرن الكويري 4 1 1 1 3. طيب هل هو طبع لي؟ سيف ذس فروم بلين وين الاي دي كذا 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 كذا. طيب ماشي كويس. يعني الجملة سليمة ما فيهاش مشكلة، الكويري رايح له رايح سليم. طيب الكويري راح سليم. أنا عمل الكونكشن، رجع كونكشن والكيرسر، نفذ، عمل فيتش، عمل كلوز، عمل ريتيرن للام تيبل. نعمل ايه؟ احنا هنروح على الران كويري دي هنا اهو، وهعمل بريك بوينت، هعمل الاكزيكيوت كده وريني اللي بيحصل، وعشان اشوف اللي بيحصل ايه في الديباجنج يعني. واروح على الشغل بتاعنا وقايل له يلا ديباج وريني. انا دلوقتي مش في العرض، هات 5 مثلا. فقال لي كويري اقف كده عليه كده بس عشان اشوف جوه قيمته ايه. قال لي سيلكت اسيت فروم امبلي، ده اللي شايلها يعني صح، سيلكت اسيت فروم امبلي. حلو جدا. قلت له طبعا عايز اخش سطر بس مش عايز اخش ايه ستيب انتو، عايز ستيب اوفر من غير ما ادخلش تفاصيل، بس دخلنا على السطر اللي بعده. قال هعمل فيتش اول. قلت له ماشي اعمل فيتش اول ووريني. فقال لي انا عملت فيتش اول امبلي داتا ايه بقى؟ تعالى نشوف هنا. قال لي امبلي داتا 1 1 1 محمد حسن وبروجكت مانجر، و1 1 2 عبد القادر، وكله تمام. يبقى البيانات موجوده صح؟ بعد كده يعمل كونكشن للكلوز صح؟ عشان يعمل كلوز مظبوط. بعد كده هيرتيرن الامب تيبل صح؟ يرتيرن، لازم يرتيرن الامب تيبل عشان ناخدها عشان احنا نطبعها ستيب اوفر. بعد كده رجع لمين؟ وصل للجيت امبس. ما عملناش هنا ريتيرن. انا اقول له جيت امس، لازم تعمل ريتيرن للديتا اللي رجعت علشان يستقبلها في الطباعه، والا كده مش هيرجع لي حاجه. فانا لو جيت قلت له كمل بص بقى هيحصل ايه، مفيش حاجه رجعت له اصلا، ما عادش ريتيرن هنا. فيجي ان هو تقول لي جيت امس دي هتريتيرن حاجه، طبعا مش هتريتيرن اي حاجه، احنا ما عملناش نسينا جمله ريتيرن. بس لو عملنا كده هتلاحظ ان الام تيبل ماله؟ الام تيبل فاضي، وبالتالي ما عرفش يرجع حاجه. يبقى احنا الغلطه اللي كانت عندنا، انا هقول له شوف خلاص عرفنا الغلطه. هروح هنا بس ايه في الجيت امبس لازم اقول له ريتيرن عشان في حاجه تستقبل مني وتطبع، لازم يبقى في ريتيرن للكويري، وكذلك الجيت امب العاديه لازم في ريتيرن للقيمه اللي هتركب بس وخلاص كده. كان عندنا بقى اللي ما كانش شغال، تعالى نرجع نجربه. هجرب بس على طول بران عشان ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. قلت له يا عمي 5 اهو، محمد حسن وعبد الجابر عبد اللي قادر وطه صح. لو قلت له فايند 4 على 1 1 1 3 قال لي خلاص 1 1 3 طه مهدي صح. عايزين تجربوا الايديت عشان كانت الايديت كانت عامله معانا ايرور، بس ما عادش ايرور، كانت عشان بتنادي الاول عشان تعرف تعرض لك، ما كانتش عارفه تجيب. لكن هنا هو طه مهدي عادي ماشي، اكزكيتيف مانجر ماشي زي ما هو، السالري 33000 33000 زي ما هي مش مشكله. وعد البيانات والديليت والحذف كله شغال تمام، وبكده نكون خلصنا البروجكت بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.